كريم، احنا النهارده الثلاث 13/2. احنا النهارده وصل اخر طن من الفوطه القطن 50 في متر. دي كانت اخر حاجه معموله من القطن الرخيص اللي هو قبل الاسعار ما تغلى، فاحنا جبنا اخر طن موجود عندنا. سريعا كده تبص على الالوان والكميه اللي موجوده، دي كلها الكميه اللي موجوده، ماشي؟ دي كلها كده الكميه اللي موجوده. لا ده اسمر، بلاش الاسمر ده، خلينا بس في الكميه اللي احنا جايبينها من الفوطه ال 50 في متر. طبعا الفوطه لو نقرب نجيب الوبره كده، هات الالوان، هما 9 الوان الفوطه اهي، 9 الوان. نقرب على الوبره طيب عشان الوبره تبان اكتر. ده قطن، لا لا من غير زوم، من غير زوم. بس اقرب بس على الوبره، تمام كده. طيب نفتح حاجه مثلا، هات لون غامق زي ده. الفوطه اهي 50 في متر، ده قطن صافي. دي اخر حاجه موجوده في القطن اللي انا كنت عامله. طبعا الفوطه دي اللي هي 60 في 120 اللي احنا عرضناها قبل كده، اللي هي دي اللي هو البحر بتاع هرمي ده، ده هو تقريبا خلاص مثلا فاضل 200 كيلو منها او ممكن اقل من 200 كيلو، فما فيش منها تاني. اللي موجودة بقى، اللي موجودة الطن اللي جاي تاني كله من الفوطة اللي هي الخمسين في متر دي. اهي دي فوطة 50 في متر، قطن 100%، قطن 100%. طبعا اعلى نسبة تشرب برضو، بعد اذنك ورا بس اجيب المية. طيب نقرب هنا كده، دي الالوان كلها. طيب بص هنا، ها واضحة المية. على لون تاني، تعالى على لون تاني، ها واضحة المية. تعالى مثلا على لون تاني بالراحة، تمام لون تاني. تعالى هنا على الكشمير، حبان اكتر بسرعة على الكشمير، ها تمام كده خلاص تمام ماشي. طبعا دي الكمية اللي موجودة، دي الكمية اللي موجودة منها، ودي اخر حاجة، اخر طن هيكون موجود بالسعر القديم. انا طبعا ببيع الكيلو ب 200 جنيه جملة او قطاعي، الكيلو ب 200 جنيه لحد الطن ده ما يخلص. اسعار بعد كده ايه الله اعلم السعر هيبقى بعد كده ايه، بس ده من الغزل القديم ودي اخر حاجة انا ما بعتهاش بالغالي. انا الكيلو عامل 200 جنيه جملة وقطاعي من الفوطة دي ال 50 في متر او الفوطة اللي هي 60 في 120 اللي قربت تخلص. تمام، دي ال 50 في متر، دي 60 في 120 اللي فوق، دي 60 في 120. هنا 8 الوان، الموديل ده 8 الوان والموديل ده 9 الوان، لون واحد بس هو اللي زاد كمان على ال 50 في متر بس. دي الكمية كلها، بقيت الوانها موجودة بره، بقيت الالوان بتاعتها. ده اخر حاجة موجودة، اخر حاجة موجودة من القطن قبل الغلا، يعني ده اخر حاجة موجودة من القطن قبل الغلا. فوطة 50 في متر موجود منها 9 الوان، ادي لون كمان زي القفي ده. لو نقرب كده على الوبرة، هتقرب انا على الوبرة، طيب دي الالوان. دي الكميه كلها اللي موجوده، هو خلاص كده ده اخر طن من السعر القديم. احنا النهارده التلات، النهارده التلات 13/2، ودي اخر كميه من اللي موجوده.